فخر بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجد ومهارة لازم تعلم. خلنا نوريكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقره أمامي، انا والشيف. اهلا وسهلا ومرحبا فيك يا حبيبي محمد. اليوم ناويين نسوي طبخه وحركات حلوه وجميله راح تعجبكم ان شاء الله. وش بيقول الشيف بالمناسبه هذه؟ راح نخليها اليوم منافسه، مختلفين شوي عن بعضهم، هذا راح يقول شطر من بيت الشعر وهذا راح يكمل الشطر. اذا داخلين عليكم بالحماس والجرينتا ما بين الانشاد والالعاب والمسابقات، لكن هذا شو وضعه هذا؟ شغال مرضى هذا. وقت الطلعه ما اقدر. انت حطيت كذا على يدك هذا؟ اطرياف يا تكت عبد الله اطرياف. لا لا شوف مناظر ما ينفع اشوف هذه. طريقة بس كيف ما ينفع؟ ما راح اقصر معه ابدا. حرام ما بيجوز شوي بس معليش بس الفقره شوي بخلص الرياضه. تعال فريقك ما عنده مشاعر، هاتوا هذا اصلا محل الذبح. ننتظر معليش يا شباب اعذرونا يعني لين ما يخلص. مثل ذاك اللي الخروف اللي طايح بحفره شفتوه؟ يلا خروف طايح، تجمعوا ناس وربطوه بحبل وطلعوه، قالوا طبعا كاتبين انه انظروا رأفة الانسان بالحيوان، يوم طلعوه شو مقلقل هذا اللي يصير. روح الله يسلمك. لا مره واحده بس تخلص خده غير له كمان بس. اي باقي شوي يلا تكفل معانا. يلا باقي شوي على الرضعه. الله يرزقك بر. طيب اذا على بال ما تخلص الرضعه عندنا الفريق الاول اعطيهم شعر. الفريق لازم يصير له اسم. فريق الجمهور. فريق الجمهور. المطاليق الجمهور والفريق الثاني. المطاليق لا مطاليق تحس ان مطاليق شباب دشي عم دشي. يلا لازم تغرق. المسؤول اللي فوق. والله هاتوا عبد الله لازم يتغر. اصبر والله ما يتغر. والله ما راح اقصر. والله خلي لك يوم الان فاتح حضانه. الله يجزاه خير. والله ام حنو. هات اب حنو. حط على هذا. خلاص الحين شبع. حطه. ايوه ادوره. لا خله محمد بيه صاير صاير ضحكني يا عيال. تصدق هنا ازيم. لا والمصيبه انه لا يطيح. لا انت بنت. بسم الله عليك. لا والمصيبه انه جايب بنتين، واحده له وواحده له. يا عبد الله يا حنون. ابو عبد اسرع. طيب يا شباب تحتاج اغسل؟ اي اغسله. تحتاج اغسل؟ لا اطبخ اطبخ. شباب الشخص المسؤول هو اللي يراقب الطبخه ويفهم من الشيف اللي بيصير موجود فوق، يفهم من الشيف وش الاصناف يتحط وترتيبه واخر شيء الى اخر شيء. لانه حنا تتابع، يطبخ يروح لي بعده يروح بعده، فالشخص اللي فوق هو المسؤول اللي يتابع الطبخه. ترك ما حطيت هذه، حط هذه، هذه تجي بعده، عشان ما يصير بينكم لخبطه. المسؤول هو اللي بينجح فريقه من الاخر. امس صار فيه خبيصه وفيه شيء قبل شيء، فالمسؤول هو اللي بيصير هناك ويركز بالطبخه. من المسؤول معكم؟ يحيى. من المسؤول عندكم؟ فيصل. تفضلوا. ما ابغاك بس اللي صار. يطلع فوق. شلون يوصف لنا؟ هو يشوف من الشيف وش قاعد يقول الشيف. ويجي يقول لك تعال قطع هذه ما ادري ايش. ابو سلطان بيشرح انا بسجلها. طيب خل الشيف يعطيكم الطبخه. فيصل يا طيب استاذ محمد قبل ما نروح لطبق اليوم وانت ترتيبكم من اول واحد وانت كمان ركز معي. انت ركز معي. انت ها سعيد الثالث. انت في تنافس الاول. طبخه شو بدها الاول؟ مين يا شباب خلي ينطحك هلا. من اول شيء المسؤول عندكم؟ هذا المسؤول. من هو فيصل؟ فيصل احنا ترى اول من عندنا المسؤول هو الشيف. حلو. بيطلع يجي يقول لا ترى هذه ما حطيتها، حط هذه ضبط هذه. وين هو غادر المسرح؟ هو غادر فيش. خلاص تلف الطبخ انت. انتم بعتوه ما تبون؟ لا قولوا قولوا والله هذا. لا قولوا قولوا طيب تلف الطبخ انت. لازم واحد يعرف واحد شنو الطبخه. طيب علمونا مشان نعرف. لا تعال يروح يرجع يعني. خلاص ثاني. طيب من اول واحد بيبدا بالطبخ؟ بديت انا. ثاني فيصل. الثالث. خلاص يلا تمام. اذا طبخه اليوم مع شيف. يلا معي انتم يا شباب. تعالوا ركز انت. كمستري زياده بين الشيء كمان. ركز انت بدك تركز احسن. ما انسخك انا بدي انطحك هلا. طيب شباب
اسمعوا اسمعوا يا شباب، احنا ما اعطيتنا ارقام من الاول الثاني الثالث. واحد اثنين ثلاثة كذا. طيب انتم رقمتوا بعض. يلا يا شباب حتى هم يا شباب معانا اليوم نوعين سلطة. يلي على يساري رح يشتغلوا سيزار، يلي على يميني رح يشتغلوا سلطة يونانية. تمام؟ هي السلطة اليونانية هي قدامكم المواد اللي هي فلفل رومي ملون، في عندكم طماطم، جبنة فيتا، خيار والتوست. يلي انتو كمان في عندكم صدور الدجاج، خيار. انتو ما بتاخذ خيار، السيزر ما بتاخذ خيار، عرفتني كيف؟ بس لكم لا، والجبنة ما بتاخذ، هي بتاخذ جبنة بارميجان بس محطوطين، يعني هن نفس الشيء هون محطوطين. زبادي. ايه اوكي، السيزر السيزر مشان الصوص بياخذ زبادي. ايه خلاص ما انتوا اعطوني مجال اشرح لكم اياها. خلي الشيء يهرج يا مسلم. اصبر معانا دقيقتين. خليك انت، خليك هلا. لا برجع لك، تعالي. ناوي تسوي الصوص؟ الصوص يا شباب، يا شباب الصوص عباره عن وخردل. خلاص هذا هو. نجي لهون. السلطة اليوناني، خيار، طماطم، فلفل رومي، ما بتاخذ خس بس للديكور، وطبعا دجاج ما بتاخذ. بتكون تحمسوا التوست، بتقطع مكعبات وبنحط فوق منه. الصوص تبعه زيت زيتون، ليمون وخل. تمام؟ عرفتوا؟ خلاص يلا نبدا كلنا الحين. خلاص يلا. لا وش كلكم؟ تفضلوا جميع. من اول واحد عندكم؟ محميد خليك قاعد. اول واحد ساير خليك قاعد. تفضلوا بقية اثنين المسؤولين يرقون فوق. تفضلوا شباب، على حسب الشرح يلي شرحته بكون تشتغلوا. ها عرفتي يلي بتخربتوا انا مالي. هاي عرفتوا؟ ها اذا سمعتوا جرس يرن يجي الشخص الثاني يكمل طبخته الاول. انتم ما تبعتوا. هذه مشكلة. ما ندري احنا شلون طريقة تتابع. تتابع يطبخ رنجرس يطلع، يدخلون اثنين الثانيين. الاول بقطع رنجرس يطلع. اي واحد 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 واحد. يلا تفضلوا تفضلوا، يعطيكم العافية. الوقت متأخر وحنا موعدين الشباب انه نخلص بدري اليوم. يبدو لي ما في خلاص بدري. هذا الجوال مثبت. هذا وشو؟ من في احد يبد؟ انا انا شغال. عمل له عمل له باي باي. عمل له باي باي. سعيد سهل سهل. هي هي اللي جايبوا لنا اياها. يلا يلا. هذا قاعد يعطي توجهات هناك. توجهات في يلا. طيب على السريع يا شيف. الله يلعنك. خذوني معك. استغفر الله العظيم. الله يقلع. يا محمد. هناك. اقطع عند شوف عم حميد. شوف اي واحد ثاني غيري. شوفي شوفي يعني الله تعال تعال. في امامي في امامي من يطير. طلع برا هناك. روح شيف اطلع. خل طلع. هات ريحك منه. اعطني اعطني. لا 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 انتبه موجود. انا قاعد معك هنا ليه؟ هات منديل. هات منديل من وراك. المشكله يعني كله كله. هاتوا هاتوا كله. احمل ايش ال ايوه. الله يبعث لك ان شاء الله يا محيميد. قلنا له خذه غير له ما رضي. هذه كلها من فكرتك. نحطها على الطربين ما ادري وش تحطها على. نبلش ولا لا؟ نبلش. اخر ابدوا شباب ابدوا. يلا والله الله يقلعك. اي والله الله يقلع. هذا اخر عمري. هذا هو. ها بس وين المشرفين؟ رد تيوس وهي. الله لا يوفقك انت. هلا انت بترضعه وبعدين بتشرب من الحليب، معناته هلا صرت انت ويا اخوات برضاعه. كل اللي رضعه. ايوه اكيد. شفت شلون؟ هذا مشاهدينا الكرام اليوم تغير الوضع شوي. طبعا امس كنا انا والشيف كنا نتابع فقره النقد ولا اللي هو حامض حلو. كانوا يقولون انه المفروض تقسيمه تصير على حسب الطبخه. نعم. واحد يقطع وواحد يجهز وواحد فهمت؟ ايه يعني تمشي على حسب يعني تقطيع تحضير يعني يلبس طربوشنا اللي يجي يلبس طربوشنا. انا ما ادري
هل هم ودهم يقدمون مكاننا يعني أسيد ولا ما أدري يعني ممكن يكون طبعا يعني فقرتهم حلوة فقرتهم طيب روح شو رأيك نبدل معهم يوم بيوم يجون هم يمسكون فقرته وحنا ننقذ إحنا نروح لهني يا ساتر يا الأخطاء بس ياسر طباخ ها ياسر من أيام سام كان يسرق من المطبخ من عنا ما بتتذكر يستنانا نروح يجي يعمل عشاء ومحمد عبد الرحمن الله يذكره بالخير إذا ردي على الشباب الله يعطيهم العافية إنه هي عبارة عن توريط أكثر من إنه كل واحد له مهمة إنك قطع أنت بعد ما تخلص مقطع يلا مع السلامة يدخل الشخص الثاني يطبخ لا قطع تعال الشخص الثاني كمل من حيث ما انتهى الشخص وفي شخص مسؤول على أساس إن الطبخة ما تخرب ولا شيء هو اللي يعطي توجيهات والله إذا الشخص المسؤول ما راح يوجه هذا عد إحنا سوينا علينا والباقي على ربنا صح ولا لا فيا حامض حلو عندكم هلا ورحب عندكم غندور ومامي ومامي والفقرة هذه كل ما لا تتغير كل ما فهمت الفقرة بغيره ما راح تستمر والدليل إني بغيره في سؤال في سؤال للجمهور عليه أربعة غند طلعوا على الشاشة هات السؤال طلعوا على الشاشة هذه أربع مو أربعة غند أربع نقاط تروح لأحد الفريقين جاوب على السؤال قص و أربع نقاط تروح لأحد الفريقين إيه؟ جاهز يا شباب عطوني إياه شدوا حيلكم عطوني إياه عطوني إياه إذن هذا على الشاشة يقول لك هنا موجود ثلاث صناديق ومحطوط تحت كل صندوق عبارة هنا مكتوب السيارة لا توجد في الصندوق الأول وهنا يقول لك السيارة لا توجد في هذا الصندوق وهنا يقول لك السيارة توجد في هذا الصندوق إيه؟ فوين توجد السيارة من خلال الكلام اللي تحت يبين لك وش أصح شيء احتمال تصير فيه السيارة انت عرفت الإجابة يا شيف إذا عرفت الإجابة حط رقمة قل الإجابة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة واختر أحد الفريقين فريق الجمهور أو فريق المطليق حلو فريق الجمهور اللي هو عبد الله محميد وفريق المطليق اللي هو ساير شو بيربح اللي بيعرف أربع نقاط تروح لحد الفريقين تمام يعني وش تبي اكثر من كذا وسؤال سؤال على هامش المسابقه كمان لا قلنا اسم لهالحروسه اللي معانا لا هو بيجي الجمهور بيسمينا يا صيت او شباب او طلعت عليك بقول لك مسمينا دويك زويك دويك عشان دواك روح بعد احسن ما ينطحك ها هو اصلا مشبح عليك قلت طيب. اللي صار له الحليبات امبارح يا ابو محميد وش الاوضاع يا ابو محميد الاوضاع بالسمبتيك بالسمبتيك طبخت الطبخه هذه قبل منطوع سري باليونان باليونان لو خليتوني اشرح لكم اذكر لي ثلاث مناطق من مناطق اليونان الضفه الغربيه تعرف ان واحد ما يعرف شو والشاطئ الشرقيه والضفه الشماليه الجنوبيه الشماليه ما في ما عندهم شمال ما عندهم وش الشمال الشمال عندهم تحدهم فيها البحر الابيض المتوسط يعني بدون هذا ما يسمى ضفه غرقوني راحوا طيب هو شوف انا اقول لك انا انقطع سري هناك بس ربيت بالسعوديه حلو فعشان كذا ممكن ما اعرف مره كثير هناك طيب خليني اسالك سمعت انت تكلموا بالفتره الاخيره عن المحتوى وما ادراك ما المحتوى انه محتوى بيصير مشفر يعني اي شيء تبي تتابعه في محتوى هذا بيصير مشفر بفلوس يعني كل شيء بفلوس اي محتوى بفلوس اليوتيوب بفلوس الدنيا بفلوس ردك على مثل الاشياء هذه قاعده تصير يعني مثلا تويتر اخر واحدة ايلون ماسك يقول سمت يا الامير مع الجمع ايوه ايلون ماسك يقول انه اللي يشترك بفلوس يتابع 6000 تغريده واللي يشترك باقل فلوس بيتابع 600 تغريده عتقنا عاد الحين اليوم ليش اليوم عتق اعطانا فرصه اننا ايه فرصه يعني بس الزبده نور واضح انه متوجهين انه محتوى يصير محجوب يصير كل شيء بفلوس رايك بالمبادره هذه او بالفكره هذه انه اي محتوى يصير بفلوس بتحول المحتوى تجاره الحين خلاص ف وهذا طبيعي يعني حلو يعني يعني على اساس انك تلقى محتوى يصير كمستهلك لا مو حلو بالنسبه لي بس بالنسبه لهم هي بتكسب يبي فلوس طيب لو صار محتوى كذا اي محتوى بفلوس هل عبد الله بيصير له منصة يقدم بمحتوى وش المحتوى اللي بيقدمه؟ غالب المحتوى اللي قدمه اللي هو قاعد يقدمه الحين قاعد يقدم المحتوى الحين مثلا عن مجالي اللي هو المجال الجيولوجيا والجيولوجيا والارض بشكل عام يعني فبقدم المحتوى هذا سواء ان كان بفلوس بحاول يعني اوفر ارخص وسيله ممكنه بحيث انه يصير اسهل للمستهلك طيب انا بسالك سؤال كذا بتخصصك بشوف يعني
هل انت ملم ولا لا؟ بما ان ثقافتي عاليه يعني اسلم. الكهوف فيها اكثر من نوع. ايه عطنا 5 انواع او 4 انواع من الكهوف. شوف في الكهوف على حسب، عندك مثلا بالسعوديه عندك الكهوف اللي بالحرات، هذه وش هي؟ الكهوف اللي بالحرات هذه تكون كهوف بسبب انه عندك الصهارة بردت وهي قاعده تطلع بركانيه. إيه؟ حلو. فهذه تصير مسافات كبيره، مثلا في عندك ماكرة شاهين كيلوين موجود بالسعودية عندنا. ماكرة شاهين هذا اللي هو حرة خيبر. اي هذا من انواع الكهوف، من انواع الكهوف النارية. النارية إيه؟ حلو. موجود بالحرات هذا بشكل عام. وفي كلسية. الكلسية اي موجود مثلا عندك بالصمان تكثر، وفي الصمان والاماكن اللي مطويق ومطويق اي، ففي مثلا دحل بالرشيد. طيب وفي ايضا كهوف الجيرية. الكهوف الجيريه كذلك يا اخي عندنا حنا هنا بالسعوديه، طبعا عندنا تقريبا اكثر من 100 كهف صالح للسياحه، وعدد الكهوف اللي موجود اكثر من 1800 كهف، فعندنا معالم يا اخي. ادخل المجال هذا دامك تحبه وعطنا محتوى حلو. انا قد رحت زياره لاحد الكهوف، شفت منظر ما توقعت بشوفه. حلو. وانا امشي فجاه يطلع خفوفيش بوجهي. هذا دحل برشيد. دحل برشيد ايه الظاهر انك شلون نزلت له؟ بالسلم. منظر جميل، ما توقعت تلقى خفافيش بالسعوديه، ما كنت متصور. طيب هذا الشيء. اسمعني، تخصص اشياء جميله بالمجال هذا، ترى يعني ما في يعني قليلين اللي بالمجال هذا، لو تخصص تعطي مناطق اتوقع يعني هيئه التراث وهيئه او وزاره الثقافه يعني تبغى ناس تبين بطريقة كذا عفوية، بطريقة عبد الله شوف المكان هذا، روح المكان في هذا. في شيء الحين جديد اللي هو السياحة الجيولوجية أصلاً. طيب يلا. تروح تشوف مثلاً بلورات بشكل جميل، وجبل متشكل بشكل مدري إيش، كهف بشكل شيء جميل مرة يعني. إيه. وبالسعودية السعودية الحمد لله يعني كبيرة، تشمل ترى كل جميع أنواع الصخور عشان تكون بالصورة. فهذه نعمة. ثبات يعني. تحركت. والله الحمد لله. ايوه قاعد احاول نشط بسم الله عليه. طيب اذا الله يوفقك عبد الله وفالك التوفيق. سايد يا سايد، يا مرحبا يا سايد. وش وضعك انت؟ ما شاء الله جيت بقوه على طول باللحم. كله ما شاء الله الوضع تمام يعني، هذا ما يحتاج يعني. اهم شيء يعني تبلش بالفتره طويله. وين عيدت؟ عيدت هان. كيف العيد؟ اول مره تعيد؟ والله شيء مرتب. اول مره؟ اي اول مره اعيد بعيد عن اهلي. حلو. إيه؟ كيف كان اللحم والوضع تمام؟ خاصه اللي كان يصرخ عذب عذاب والله. ما كان يصلح هذا، كان ينتب. وش سمى ذاك الموز؟ طيب مع عيت مع اهلك؟ والله باعتبار ان تجربة جديدة طبعا. باعتبار عيت مع اهلي، انت مهلي يعني، اخواني واصحابي ما شاء الله عليهم، بعد كلهم كانوا معنا بالعيد، حتى يعني ابو انت تقول يعني صادق وانت تناظر وجيههم تقول هذول اهلي. اي والله والله العظيم انهم اخوياي وانهم اخواني. اخواني مثل اهلي، هذول عده مثل اخواني والله. اركز بالله دقيق على وجيههم وعده مره ثانيه، احس انها صعبه تطلع. والله العظيم انها مثل اخواني. هذول راحوا لهذول وسحبوا علي قاعد بالخالك. لا والله ابو ابراهيم الله يجزاه صالح الهادي. طلعنا ابو ابراهيم صالح الهادي. ها هادي الصالح. انا عقلي مع كيف الصخر اريد اذبح لكم اياه بس انت معيته. لا بس انت الصراحه واضح انه مهالك. اي والله صالح الهادي. هذا صالح، هذا صالح فهد محمد. طيب ماشي امورك؟ عرفت الطبخه؟ لا تمام علمنا. والله انا خاف ان احترقت. لا تمام الوضع، الامور في الاتجاه الصحيح ان شاء الله. الشخص اللي بيجي بعدك منه فيصل ولا بدر؟ ايه توقع انه يبي يضبط الوضع. اثقبهم لا الشباب ما شاء الله عليهم. طيب اي توجيه يا شباب منكم وانتم طالعين على طول خصم نقطة على طول. تمام. فلذلك ها مين فصول هذا الاعلام بلش التيش الصغير. تيش. طيب تعال صدق والله لا تكفى يعني عشان تكلمت يعني عشان تكلمت قبل شوي حطتون ضيف عند الشباب. طيب لا تخافون يلا انا وياك شيف تعال احنا ضيوف بحامض حلو تدري يعني انا ما بكفي ما بكلم فيهم هذول جايب لي تيس كمان ولا ويقولون حلو يعني احنا زبده احنا هناك ايوه احنا بحامض حلو كمان حلو
وبعده اذا شافوا يعني موجودين احنا لين ما يطفى البطاريه عيش الريالتي ما ادري ايش ممكن ما اعرف يعني طيب شو الهدف منه يعني الهدف انه يعني انا وياك نبي نوريهم الشغل هيك يعني اي اذا سالك اي سؤال قبل ما نجاوب بس فهمت زي وليش انتم ما ادري ايش ما لك دخل فهمت مره خليك واثق إذا تبديل يعطيكم العافية وضع شباب ولا حركة بسرعة محميد على طول محميد خذ الخنج يلا ها أعطيني بقى هلا لأشوف شو بدك تعمل يلا السلام عليكم ورحمة الله سلام ورحمة الله يلي جيت انت اللي عرفت تعرفه أنا؟ إيه اللي شو طيب خلاص طيب تكملون من حيث ما انتهى أصدقائكم تقدرون ترجعون للمسؤول اللي موجود يعطيكم مشكلة الشيف هل انتم ماشيين صح ولا لا والله هنا في هذا قاعد يخلط هذا ايش قاعد فاهم ها والله شيء على الطاوله وشيء على اي دعني اذا بيعرف شو عم يساوي صوص شو هو صوص السيزر خردل وزبادي وايش معاه خل والله برافو والله ها صح يعني ماشي ايه لا جاب 60% بدون ما تقول شيء ها طيب خذلك هذا عم ينتف الخبز انا من رايي تعصب اسنانك وتطفى بالهي شو رايك هذه على طول بخصها هذه اي والله يا هلا والله يا شباب منورين نور نورك يا حبيبي وينك خلص صل على النبي فيك صنت يا شيخ يا سيدي يا رسول الله حتى طلع هذا الشيخ محمد يلا حيه كيف الحال بخير بوجهك يا شيخ مرحبا الشيخ يا اخي مع انها سلطه الا ان احس انها اصعب من الطبخه يعني صح وشو انتم ما انتم حاطين دجاج ولا طبختوا ما به دجاج يمدحونك بالريفيوات الله يسعدك كم سلمت واحد سلمت 12 واحد اي لحق حد حق الجاي سلمتها ما شاء الله طيب اللي صار يعني واحد منتظم ما يشيلون منه غندات ما ايش يشيلون يحرقون يحرقون والله عاد شيء راجع لهم لا نطالب من المكان هذا والله يا جماعه الخير اداره يعني معليش اذا الشخص ملتزم بتسليم الريفيوات والبقيه يعني اقل لازم يعني يحتفلوا غنم والله اني جالس الى الظهر اشتغل ودور انا اناشد الاداره واناشد صالح الهادي بان هادي الصالح هادي صالح عدل لي اشوه اناشد صالح الهادي انه يضيف له نقاط ويخصم عنه غندات الله يسعدك ويكتب اجرك ان شاء الله يا ابو انا اعترض على الشيء هذا انت ايش تبي اعترض حسود لا تناشد تعال ناشد لي انا اتركه انت كم مسلم ريفيوات انا 10 بس ترى يعني افضل واحد 12 مثل 10 افضل واحد بس هذا افضل يعني المفروض انت حسود بعين وعود انا اشهد طيب كيف حساباتك تحركت ما تحركت الحمد لله الله ما كان حد أنا لا والله إنك عزل كبود يا أبو فهد يا حبيب والله حساباتك تحركت أنا من قبل محركها وزدت أشتغل عليها أكثر وتخليت عن أشياء وأضفت أشياء ممتاز وش الأكثر أشياء اللي تخليت عنها تحس إنها أضافت لك وبالمقابل وش أكثر أشياء اللي أضفتها تحس إنها عجبت الناس زوايا التصوير صارت عندي أفضل وبعض ما اقول موسيقى يعني بعض الشطحات شوي يعني زي الباك جراوند ايه دقات بسيطه خلفيات ايه ما كنت انتبه لها وزي كذا وتخليت عنها الله لك الحمد ممتاز انزلها في حساباتي ممتاز طبعا الاضاءه كيفك مع الاضاءات اعتقد انه يمكن المخرج اعرف مني انه الاضاءه هي اساس 70% من جوده الصوره صح ولا لا مخرجنا ذي يقول صح شفت سلمت فالإضاءة مهمة يعني جدا مهمة طبعا ونشكر السويدان شو اسمه بيجيكم إن شاء الله اليوم إيه والله بإذن الله هذه أسرار ترى ما تقال بس أنا أقولها يعني لأنه أنت حبوبي أبو فهد يلا عبي طيب الحين خلاص كذا إيه خلاص ودي أنت متأكد إنه هذا صح السلطة إنه مو للتيس لا التيس هذا هو إيه؟ حتى هاي بوريتها وش هي على فكرة في نقطة معلومة عن جد هي حتى للجمهور السلطة اليونانية على فكرة ما بتاخذ خس 99% من المطاعم اللي بشوفها هون بالمملكة بيحطوا لها خس وهي ما بتاخذ خس
ما يحطون له خس المفروض الأصلية. لا لا ما عليك من... شو بدك فيني؟ ها. لا هو يقول هنا بالسعودية يحطون ايه. خس عنا عنا بالضيعة ما بنحطون. هذه المعلومة خس. اللي الله يحرمنا منها الوقت. اي والله بعد شوي بس صفن لو ساعة بالنهاية شالهم. روح وش سولف تعال انت وش عندك؟ شايفك من دخلنا يا جماعة الخير من دخلنا وهو يخلط ما ادري يعني انت بلش ما تدري وش صاير. شلونك؟ تبي نروح للمسؤول؟ شو وقعك؟ تبي مسؤول؟ وش مسؤول؟ المسؤول يعلمك ماشي صح ولا لا؟ مسؤول؟ مسؤولكم. انا مسؤول عن نفسي ما نروح المسؤول؟ لا لا يا شو فايدة معينين هناك؟ كذا صورة يا اخي المسؤول اقل شيء بيقول كيف تحل غطاء. سوي لكم اعداد ما في مشكلة. وش سويت طيب انت الحين؟ ها؟ ما سويت شيء بس قاعد اخلط. طيب هذه قضيت منها صح؟ حلو حلو التوفير للدخار. ايه هذول اللي نتدخل بهم احنا فهمت؟ ايه كهرباء شيء اداري هذا بحث واضح انك انت قاعد ما ادري. شفت انت اصلا في واحد معلق اللي راقب فوق البيت حسبي الله. كبرشين والله يعني شوف هو مجرد رقم يعني نرجع به. كيف الامور ماشيه؟ والله امور تمام طيب. بعد 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 ما قعدت مع الشباب من اكثر واحد من الشباب تتوقع انه 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 داخل بقوه من ناحيه المحتوى او الشيء اللي بيقدمه محتوى ايه كلهم واحد تحس انه كلهم فيهم الخير والبركه في المحتوى. من اللي لو اقول لك تبي تضيف واحد بس من الشباب تابع محتواه نضيف واحد من الشباب ايه خالد البوضان وش يقدم شاعر عنده محتوى حلو من الشباب اللي تقدر تستمع لسنابه وانت مرتاح يعني طيب روح لم روح لم مين هاني هاني للمسؤول سينما المسؤولين وتوجيهاتهم للشباب يحيى وهاني حياك الله يا هاني مرحبا يا هلا ومرحبا هاني عيونه الوضع ماشي تمام انا ما قاعد اشوف شيء كيف ما قاعد تشوف وانا بعد اعطوني من فوق وانا برضو ماني قاعد اشوف صراحه شكرا اعطونا التوب يا شباب يلا كيف طيب ممتاز باقي الطماط باقي الطماط طماط لو ايش الدجاج الدجاج حطيتوه شلونك يا مسؤول هلا والله كيف حالك خير كيف امورك طيبه طيب الله امرك احس انه من كلامه هذا كانه ما يبغى توجيهات هو قال هو اصلا احنا مودينا صوره يقوله ليش انت طيب تمام الوضع تشوفه والله تمام حط ثنتين تحت بس افرش طيب يحيى يا مرحبا بخير الوضع هناك يبغى له تحريك اي أيوة والله اعطوني 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 سعيد اعطوني سعيد عند الشيف شيف انا والله يا سعيد عيون سعيد فريق اسمه فريق الجمهور نبغى تبيضوها يا عيال ما يصير الخس ما كان مفترض تستخدم زي ما ذكرنا انا في البدايه ترى الخيار والطماطم والفلفل هذا اول شيء عندك التحميص توست تمام ما يسمعك ليش ما سووه لا لا احنا بدون دجاج سامعني يا سعيد اي سامعك سامعك تحميص خلصت ايه خلصت قطعت مكعبات ايه طيب باقي الزيتون والليمون والخل زيتون والليمون والخل طيب حلو ركز عليها ابشر الجبن اهم شيء انا من عشاق الجبن ايه ابشر ضبطنا ايه بسالك يا يحيى ها يحيى سامعك حطيت الخيار والحين الفلافل صح الفلفل فلافل فلافل جوعان فلفل ايه الخيار والطماطم والفلفل هذا هو شيء خيار خيار يعني محمد يعني عن خيار امشي المضمون يا اكثر من سلطه شو بدنا نعمل لمبالا الاولاد يا سعيد كيف سعيد غير السلطه اعطيني شو في السلطه غير السلطه ما ادري يعني يحيى الطبخه هذه يعني جمهورنا الخيار قطع مكعبات غير السلطه شو ممكن نسوي لهم اعطونا هيك افكار من عندكم مشان نعرفها هاي سلطه ها مكعبات قطع خيار ما عندنا شيء ثاني بس سلطه اقطع اختي طيب. لا يا رجال الا الا طلعها محمد على فكره وقته خلص دول طيب شكرا شكرا لكم مسؤولين يا اخي انا شيف يلا طب بسم الله 1 2 3 وقف يلا يلا بس ارفع ايدك اللي بعده الفريق اللي بعده على السريع على السريع شباب بقيان 5 دقايق بالضبط خلينا وخلينا الشباب عرفت ها اتقال ها وين الخبره
يعني مشتغلين على الخبرة. أيوة. تعرف اللي إحنا بنحوس الطبخة بعدين أهل الخبرة هم اللي بيعدلونه. يا سلام. لا وغير هيك مهمتهم صعبة، الله يعينهم على النظافة. أبو أمجاد. لبيه. أنت أشدف. ها. ولا تورينا مهارات باليمين واليسار. إيه بس عشان النظافة. ايه شو اسمه شو اسمه قدم باليمين ايه اسمه اشدف 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 ايش ما قطعت اشدف اشدف يعني باليسار يكتب باليسار كيف ما شاء الله ايوه الله اكبر لا اله الا الله هذا يقولون لا لا طيب شيف الحين بس عطنا كذا نظره على الجهاز يا شيف ايه شو اللي كذا انت بس يعني بتعبير وجهك ودي ادري بس خليك كذا على جنب شوي انت شايف الوضع تمام والله حط عينك بعيني والله حزين على نفسي حزين على نفسك والله حزين على نفسي والوقت اللي قاعد يضيع اقسم بالله يعني بس لحاله شو بسموها بدون ما نعطي معلومات فهمت عادي غير معلومات ما اي بدون معلومات خذ لا خذ بقى ايه لا لا نعطي معلومات طيب وامجاد نلبه تخيل انه كانوا شباب ماشيين صح زي الفل ايوه تجي انت بالاخير تحوسه لا لا ان شاء الله دقيقتين محمد ان شاء الله بصمالك ايه راح الشخص اللي يسجل اللي يسجل ايش اللي يسجل خصم غن تاخذهم من هنا تحطهم هنا ليه ايه راح بدا الغبل بس لا هو يقعد على الطاوله عادي نظيفه نعم هو ايه صح طيب ابو سوداني هذا مشكلة ستي كم حطيت هنا؟ ها؟ إيه. على حسب كلام على حسب كلام الشباب أنا مشي الحين على خطة أنا اللي راح دوا أنا راح دوا يخرب بيت علبك أعطيني هاي اللي براسه لابسها أنا كيف يا شباب؟ والله هذا قاعد يسوي بيجي انفجار وش قاعد يسوي؟ هذه يا ربي عفوك هلا وقت بيطلعوا اثنين متعادلين شلون بيطلعوا اثنين مزحلطين ما ادري المفروض انه انا اقول الشيف والله على حسب كلامك انا اشتغلت على حسب كلامك على هذا على حسب كلام الشيف ما هو الشيف الشباب كلام الشباب ولا الشيف الشيف مسؤول عندك انت بعيد يا اولاد وين منديل منديل وين بعيد يا اولاد المنديل هذا 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 والله ما ادري يا اولاد بعيد يا كيف ابو امجاد طيب كم باقي شيء؟ باقي دقيقة طيب نذكركم مشاهدينا الكرام بسؤال اليوم، سؤال اليوم عليه أربع نقاط تروح لأحد الفريقين، أعطونا سؤال مرة ثانية ودنا نشوفه. أعطونا سؤال اليوم وأنتم نفسكم أيضا يا كنترول علمون وش تتوقعون إجابة. مخرجنا مسؤول روكا عيد أسامة وش تتوقعون إجابة؟ يقول لك هنا في أي صندوق توجد السيارة عبارة واحدة صحيحة أو الأصح السيارة لا توجد في الصندوق الأول السيارة لا توجد في هذا الصندوق السيارة توجد في هذا الصندوق تتوقعون الإجابة رقم كم؟ إن شي فهمتها؟ إيه؟ تدري إيش الإجابة؟ إيه والله أشير لي بدينك إيه نزل دينك صح عليك شيء يلا إذا هذا السؤال راح يضيف لأحد الشباب أربعة غند وتكون هذه أربع نقاط وتكون هذه يلا طيب. عشرة شيف ها شيف سبعة الله عليك ستة خمسة ها. أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو أرفع يدك يعطيكم العافية تفضل يا شباب الله يعطيكم العافية جدا جدا ما قصرتوا جدا بيض الله وجيهكم جمهور الكريم كان اليوم طبختنا سلطه توقعت انا سهله كنت اقول للشيف سلطه بنيها صار والله صعب شفت القيمه وتقطيع حوسه قلت لهم بيض الله يبيض وشكم بسطن اللبن انتوا الاثنين ويجي واحد من الشباب يقول يطبخ له طبق الرز يقول انا شيف وش عرفني يا زين والله تعال طيب يعني هذا الله وكيلك اذا بيشوفونا طيب نشوف الهاشتاج يلا يا شيف وين بدك تفوت وين بدك تفوت ما راح تعال تعال محمد تعال يلا بس بطلع الهاشتاج تعال الله يعينك ما عجوه غير الجبنة تعال 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 شيف 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 تعال تعال شو ما ذقت
لا انا انا انت انا ما انا ما قيم انا وياه انا وياه زين تخيل الشيف انه هاللي تذوق هذه يمكن واحد يغادر بسبة لسانك يا رجال اول شيء ما بتاخذ جبنه تاخذ جبنه برميجان هذه وش اخذت طيب هذه ما اخذت ايش والله خوفا هذه اللي بخل؟ لا والله انا ما انا ما اكل. كل جبنه بس جبنه. ها؟ كل جبنه. منك دخل دخل ثلاث دقائق بس. حاسه وجاء. نصيحة يا شباب. لا ناخذ بس نسجل هذه وتقولهم. بس نصيحة. آخر اثنين فاتوا باقي الفريق شو يجلدوهم. يجلدوهم. يعني ساويتوا خربطوا الكل اصبر خلينا يدخلون عشان هذا الطعم الاثنين زيرو اثنين زيرو اي والله زيرو زيرو حلو الوقت بالوقت بسرعة ايه زيرو زيرو الشكل زيرو زيرو اوكي والله ناخذ الشكل مره ثانيه معليش ناخذ الشكل مره ثانيه شوف اعطونا الثانيه اه شيف انا قاعد الاحظ ان في شيء احلى شايف هاي شوف هاي هذه هاي هذه ساده يعني ثلاث الوان طالعه لا هي هي هيك بس انه اللي حطه بالنسبه للصوص هاي ما بتاخذ لا بتاخذ جبنه هاي حاطط جبنه فيتا يا رجال لا كشكل شكل تقديم بدي بالشكل الحين عم تعمل سيزر سيزر يعني دجاج وخس وبتاخذ حبتين طماطم بس هيك كسر يعني نفس بس ايه بس هي جبنه بارميزان هذا حاطط له جبنه فيتا وش اللي طيب لحظة طيب بالنسبة للنظافة انت شوفت عينك شوف هذا وين حاطط ورا وشوف هذا صفر 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 والله والله يعني العمدة على الجمهور ما علي ما ودي أخذ من الجمهور لا أخذ عنا يعني طيب شباب يعني سؤال الجمهور هو اللي بيفوز فريق كامل يعني فهمت ما هو هو هالجرس السبب لا لحظة طيب جمهور كريم جمهور كريم أتوقع أنكم دريتوا سمعتوا كلامنا يعني مرة 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 النقاط نفس بعض فأنتم بالهاشتاج اللي تتحددون من الشخص الفائز أي بدأ والله والله بتعرف هي يعني في تعادل بكل شيء فاحنا بنلجأ الجمهور الجمهور هو اللي بيكتب هل هو فريق الجمهور طيب او فريق المطليق اللي بياخذ اربع نقاط معناته بياخذ ايه خلينا يدخلوا خلينا يدخلوا ادخلوا ايه راح اقول شغله بس مشان هن بتعرف شو المشكله وين انا هلا بقول لك شو المشكله لوين وصلوا هنين المشكله شوف لهلا هالدرجه لهلا ما بدا يسمع اترك من ايدك اسمعوني شباب وقت بنيجي بدي اشرح لكم الطبخه بتقولوا لي خلص عرفنا بترككم وقت بترككم معناته لازم حاسبكم على معرفتكم صح في عندنا نوعين سلطه سيزر وسلطه يوناني جريك سلطه وسيزر سلطه تمام السيزر سلطه ما بنحط لها جبنه فيتا ايوه ما بنحط لها شو اسمه الفلفل الرومي اللي هذا ليش عم بكون اخر واحد الصوص عبارة عن زبادي هذا أخف صوص هو صوصات كتير بس جبت لكم أخف صوص اللي هو زبادي مايونيز خردل زيت زيتون عصير ليمون صلى الله وبارك لأن لكم أنشوفة ولأن لكم باقي المواد طيب وش الغلط اللي صار هنا شيء كل غلط لا بتاخذ فلفل رومي ولا بتاخذ جبنة فيتا ولا شيء الشيء الحلو انه الدجاج مشوي مزبوط عرفتي كيف هذا يعني في صح حلو نروح الفريق الثاني الفريق الثاني الفريق الثاني لا يا شيخ الخبز الخبز اخر شيء ابو امجاد حبيبي هذا مو فرق مو بقسومات خبزه لازم تكون الحبه مثل ما هي عرفت كيف تحطها انت اجيت عم تقطع هاي الطماطم الكرزيه او الشيري طماطم ما الوقت ما عم يسعفك حطها مثل ما هي انت عم تقطع عم تروح على حالك وقت عرفتني كيف بالنسبه للصوص عرفتي في اللي حطيته كميه الخل كفيله انه لو طعميه لهذا التيس اللي كان عندنا
كان طلع من هون عم يغني، عرفتني كيف؟ يعني هو التيس هرب منكم. فهاي الاثنين على فكرة الاثنين. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. هيك. الطبخة الثانية وش الخطأ اللي فيها؟ ما في خطأ. سامع عم بحكي شو عم بحكي أنا هسه الساعة. سؤال حافظي في جو كل شيء يسأله. ما شاء الله تبارك الرحمن شفتوا أحلى طبختين طبختين شباب مليانة من أخطاء. سؤال الجمهور والإجابة بالهاشتاج. الإجابة حلو تبتكر حلو تبتكر عرفتني كيف؟ طيب بس إحنا محددين. مو لدرجة إنك تخرب الدنيا بالابتكار. والله لو جلست في بيتي كان. طيب الإجابة بتجي يا شباب هي عبارة عن فوز الفريق. فأنا بقول اسم الشخص يا رب اللي من الجمهور اللي راح يعطيكم الفوز. ونصيحة لكم وللي بيجي من بعدكم وقت بتعطوني مجال اشرح لكم عن الطبخة راح تستفيدوا تطلع الطبخة. أهم شيء عن جد هي قدام الجمهور صدقا إنه هي بتتاكل، مو إنه مثلا ما بتتاكل، بتتاكل بس مو هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه. اول تجربه. طيب. يا شباب لا احنا خلونا نصير كرييتف اكثر. ما شاء الله عليك انت بالذات. طيب. انت من يوم ما شفتك انت والتيست تبعك انا عرفان الحلقه. طيب قبل ناخذ اجابه السؤال هنا تقول نوره واضح متفقين من قبل انهم يتعادلون كلهم اصفار. كيف لو انت تقيمين الحين يا نوره وشفتي اللي قاعد يصير بالطعم نفس بعض، بالشكل نفس بعض، بالوقت طلعوا الشكل ما في فرق، يعني هي ترجع قياسات الشيف يعني. بس انه في اشياء واضحه الوقت طلعوا جميع. صح. النظافه نظيف. الشكل انا كنت يعني اميل شوي حق السيزر بس انا مليان اخطاء. نظرت شيف يعني انت الطعم نفس بعض. خصمت على هذا شيء؟ ما خصمت بطيء مصفار يعني كلهم تعادلات. غند على عبد الله شايف فوق تقول عليك غند حتى لو عليه ثلاثه غند الجمهور اللي بيفرق يا عمري هي اللي جابها هذه عليها اربع نقاط. اذا هاني خلي الحسد عنك اعطوني الاجابه اعطوني الاجابه خلونا لا اثق باللي وراي. لحظه صلوا على النبي يا عيال نبي ناخذ السؤال قبل لا ناخذ الاجابه. ناخذ الاجابه من الشباب الموجودين. سمح اعطونا السؤال مره ثانيه شباب. شباب يا شباب يا شباب عطنا ركزوا للسؤال. لا سؤال عطنا سؤال اول اي على السريع بس. طيب هذا السؤال يقول لك شيلوا صوره يحيى يحيى أيوة. ما عاد جاء وينه اسيا اي وحده موجود بالسياره شباب انا نجاوب اي جاوب حلو ما ادري انا الحين بس بشوف ها جاوب حنا ولا جاوب حنا يلا عطني اجابه وش اجابتك اجابه ثلاثه حنا ثلاثه نفس اخذتوها مني بعد ما اخذوها مني. طيب اعطونا اجابه اعطونا اجابه يا شباب ولا واحده من الاجابه لا يوجد صندوق ولا واحده وهذه هي الاجابه والحين نروح لم جواب الجمهور بالهاشتاج وجواب الجمهور بالهاشتاج راح يفوز فريق بيخصم على فريق 30 غند وراح يضيف على فريق 30 غند. حلو الله يكون 30 غند هاي مشان انت يا ابو فهمي انت بالذات قرب في قلبك بدي في شايف اللي شايف ايوه بعرف هاي معرفتك شفت شايف قرب ستوب لا تكفى انا عجبني الجرس وقف وراك اليوم احلى شيء بالحلقه الجرس وقف المطاليق المطاليق طيب والله فوزوني إلي يا جمهور هذه هي الإجابة عطني يا حبي إبراهيم ها حبي المطاليق يا رب تكفى يا رب يا كريم وش يسوي استواه يحيى جاء المفروض أنا حاطه على كروما فهمت ها المطاليق يلا مطاليق أهلا مبروك فريق المطاليق وهارد فريق الجمهور الجمهور هو اللي خسركم يا جمهور انت بس بدي افهم مخك وين انا ثلاث مرات افوز ما عمري خسرت اللهم لك الحمد وصافي من الغرور قلت بس انت لن يرضيك الحي ما بتاخذ عم قلكم ما بتاخذ تاخذ زبادي بس بدك انا كنت اسويها ايام الجاي بس ما كنت احط معها لا مايونيز احط بس زبادي تجيب الصوص جاهز لا تجيب الخردل الحال وتخلي الحال والزبادي هذه تسويها الوالده ما تعلمتونا انا بس اكل بس Yeah.
الله يعطيكم العافيه. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم يا شباب. عارف انه انا قد ما فزت على الفقره هذه. طيب شباب الشباب الله يعطيكم العافيه. لازم انا اللي فزت. الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا. لا تنسوا انكم تساهمون بالوقت. ساهموا ولو بالقليل. قليل دائم خير من كثير منقطع. ساهموا ولو بالنشر. ساهموا ولو بدعوه. انشروا بالهاشتاج. ادخلوا على اي هاشتاج موجود وطالع ترند وحطوا صوره الوقت. وان شاء الله انه بيصل يوم ونعلن انه اكتمل الوقت باذن الله. شكرا لكم جمهور الكريم ونشوفكم على خير في حلقه قادمه. كان معكم حمد الفيد والشيف محمود سلطان. السلام عليكم. من اوله حتى اخره اضوي قلادي للعزم حلق بفنك للسماء.